السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب دي معلومات. كيفاش زيادة الأرباح بطريقة قانونية وطريقة مضمونة 100%، تصل حتى 100 أورو في الشهر أو أكثر من 100 أورو. تابع معي هذا الفيديو باش تفهم معي مليح، وقبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وخاصة تفعيل الجرس باش يصلك جديد. مهم، هذا هو فيديو تاعنا، فيه تقريبا 8 دقائق خاوتي. ومن بعد واش ندير؟ ندخل على تحقيق الربح على الفيديو، ومن بعد جينا بهذه الواجهة خاوتي، نضغط على مراجعة موضوع إعلان. ها هو شتو عامليه، ها هو نكليك عليها هنا يا خاوتي. داينا إعلان واحد تلقائيا، إعلان واحد. كيفاش نديرو اعلانات باش نزيدو فيهم الارباح؟ شو هم عمليه؟ نضغط على فصل اعلاني. شو هم عمليه؟ شوفوا خاوتي، هنا في بداية الفيديو كثروا من اعلانات. شو هم عمليه بهذه الطريقة خاوتي؟ ها شو هم عمليه؟ ها هذه الطريقة. ومن بعد ندير إعلانات بهذه الطريقة. إلى ما درتش هذه الطريقة خاوتي، الأرباح ما يزيدوش، وكذلك حتى في شهر تجيب 5 أورو، 10 أورو، 6 أورو، 7 أورو، 15 أورو. هذه الطريقة خاوتي مضمونة 100%، وعندي تقريبا مدة 7 أشهر نخدم هذه الطريقة، والحمد لله يا ربي تحققت الأرباح ما شاء الله. باش تكونوا على بالكم، من الصباح انت تدمر وتخدم فيديوهات وتطلع وتهبط، ومن بعد في آخر الشهر تلقاها 30 أورو، 20 أورو، 25 أورو. فهمتوا خاوتي؟ جربوا هذه الطريقة خاوتي، وردوا لي خبر في التعليق، قول لي يا حبيب راني درت هذه الطريقة ونجحت لي، اشكرني واشكر ربي سبحانه هو الأول. أنا يا السبة خاوتي، أنا يا السبة، هذه تكون على بالكم. هو رزق ما عند ربي سبحانه، هو رزاق. حنايا الأسباب فقط خاوتي، حنايا أسباب فقط. مهم ما دعونا بدعوة الخير خاوتي، باش أنا ثاني نزيد في الفيديوهات جدد ومعلومات جديدة خاوتي. مهم، هذه الطريقة باش تزيد في الأرباح في الشهر خاوتي، تجيبكم 100 أورو، حتى 150 أورو، حتى بعض الأحيان تجيب لكم حتى 200 أورو. شرط واحد خاوتي، لازم دير إعلانات، وكذلك حط يومين فيديوهات يومين باش تزيد تطلع القناة وباش تزيدوا الأرباح. مهم، اللي عنده اي مشكلة ولا عنده اي سؤال خلينا التعليق اسفل هذا الفيديو، او يتواصل معنا عن طريق الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.